احنا الان في ختام جمعة عام سنوي اللي عملناه اليوم في مدينة المحمدية. هذا الجمعة عام هذا حضروا له واحد المجموعة ديال الفعاليات، واحد المجموعة ديال الخبراء واللي تقدم فيه تقرير حول الحصيلة ديال العمل ديال هذه الجبهة اللي هي عضو وضع ديال الجمعية. هذه الحصيلة هذه اللي كان فيها واحد العدد ديال المحطات ومناسبات ديال الترافع، واحد العدد ديال الوثائق اللي انتجنا باش يمكن نوصلوا لواحد الهدف اللي هو إعادة تشغيل هذا المصفات ديال الأسامير اللي موقفة هذه حوالي 7 سنين، طالعين في السنة 7، يعني ما يزيد على 6 سنين وحنا غاديين للسنة 7، في وشة المقبلة تكون السنة 7. إذا في هذا الإطار هذا إذا كان الجمعة الناس اللي حضروا ناقشوا وخلوا واحد المجموعة ديال التوصيات، منها تطعيم المكتب التنفيذي ديال الجبهة، ومنها كذلك مجموعة من المبادرات اللي غادي تولي هي برنامج العمل ديالنا خلال المرحلة المقبلة. احنا إذا عازمين على أنه نخاطبوا الجميع من جديد، غنعاودوا نخاطبوا الجميع من جديد، خصوصا الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد والنقابات والمجتمع المدني والإعلام، غنخاطبوا الجميع باش يمكننا نوصلوا لهذا الهدف اللي هو إعادة تشغيل هذه المنشأة الاقتصادية المهمة الوطنية اللي أسسها الوطنيين الأوائل، مع الأسف الشديد أسسها الوطنيين الأوائل، مع الأسف الشديد لأن الوطنيين الأواخر فرطوا فيها. تأسست في العهد ديال الحكومة ديال عبد الله إبراهيم، الوقت اللي كان عبد الرحيم بوعبيد وزير الاقتصاد وكان مدير الديوان ديالو إبراهيم السرفاتي، وهذو كاع رجالات وطنيين في ديك المرحلة، هما اللي أسسوها باش يحققوا الاستقلال الطاقي ديال البلاد والأمن الطاقي ديال البلاد. فإذا مع الأسف الشديد اليوم تم تفريطها في هذه المنشأة هذه، أولا تفريط فيها من خلال الخصصة، وهذا كان خطأ فادح لأنه ممكنش نخصصوا واحد المنشأة اللي عندها طابع مرتبط بشكل قوي بالاستقلال ديال البلاد، بالاستقلال الاقتصادي الطاقي والأمن الطاقي ديال البلاد. مع الأسف الشديد إذا تم التفريط فيها في الخصصة، وكذلك تم التفريط فيها في مرحلة لاحقة، هذه دابا 6 سنوات بالإغلاق ديالها. إذا أمام هذا الوضع هذا حنا لقينا روسنا كنشتغلوا واحد المجموعة ديال الجبهات، بما في ذلك واحد العدد ديال الاحتجاجات والنضالات مع نقابيه وغير نقابيه وفي المجتمع في المحمديه في الدار في الرباط امام البرلمان، باش وتواصلنا مع الجميع باش يمكن نقنعوا الجميع بالواجهه ديال والمصلحه ديال البلاد في انه تكون هناك ترجع تشتغل المنشاه ديال الأسامير. مؤسسه وطنيه اللي تم الهدر ديالها، ولكن تبين بالمناسبه انه حنا كنا بين مدعوين لهذ المناظره، واللي كنتمناو بان الحكومه تنظر بواحد النظره اللي هي شموليه، لان افتتاح هذه المصفات غادي تعطي واحد نظره ايجابيه للمواطن المغربي وللمستهلك المغربي ككل، لان هذه الظرفيه اللي كنا حنا عشناها كانت عطاتنا واحد نظره كبيره على النفط كالنفط، لان الاسعار اللي طلعت لو ان كانت عندنا هنا المصفات كما كانت خدامه في القديم، نحن الحمد لله غادي نلقاو روسنا عندنا واحد مخزون كبير اللي ما غاديش يكون الاسعار تطلع بهذه الطريقه هذه. وحنا نتمم المجهود اللي قامت به هذه الجبهه، وكنتمنوا المجهودات لهذا الافتتاح باش يقوم باش الحكومه تقوم بافتتاح ديال هذا الشركه لاسامير ان شاء الله.